السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حكرا متابعي قناة ليث جيمز كل الشرق. العب جاناكم فيديو جديد بقناة لعبة مودرن وارشيب. مستمعكم بالتحديث الجديد، وصلنا اياكم الى التوربيد الجديد اللي راح يكون بالرويال باص يا اصدقائي، اف 21 ارتميس الفرنسي. هذا الرويال باص راح يكون بهذا التوربيد متاح ان شاء الله، وراح ينزلكم بعد يوم واحد بالشهر او يوم واحد بالشهر ان شاء الله. يا حبايب قلبي، البدن او الدمج عفوا مالته الكامل راح يكون ماكس ليفل 32500، المدى يعني 32500 فشيء خرافي. المدى مالته 12 كيلومتر، يعتبر مدى متوسط. اعاده تلقيم او ريلود 10 ثواني ونص، شوي ريلود بطيء. 15 قطعه يحمل، طبعا اختبر على الفيلكي تحمل توربيدين، وراح نجربه ونشوف الاستهداف وال السفن المعادية والغواصات كيف راح تتفادى التوربيد، ام يكون انقضاضه مثل الفيزيكس او اقوى من عنده. يا شباب اللايك والمشاركة جدا مهمة، والان ننطلق الى الجيم بلاي. اوكي يا شباب، خلينا نحاول نكشف بسرعة حتى نبدأ نشتبك بالتوربيد. التوربيد شكله فخم صراحة، الدمج مال تعالي يحمسك بشكل كبير. الان نشوف التوربيد، التقط اخي موف، خلنا نطلق. راح التوربيدين، خلنا نوقف هنا، خلنا نشوف جد راح يجيب من الدمج اذا ضربه الهدف بشكل كامل. ركز لان اخي موف 64900، يعني 65000 يضربن، يعني انت عندك مثلا تاخذ غواصات بيها 3 توربيدات، تحصل هذا التوربيد اكثر من مره وتحط على غواصه بيها 3 توربيدات، راح يجي من عندك قريب ال 100000، قريب ال 100000 يا اصدقائي. شيء مرعب، انقضاض على الهدف ممتاز جدا، السرعه ممتازه جدا مالته، يعني حتى الريلود حاليا احنا نلاحظ الريلود مقبول نوعا ما، رغم انه شويه بطيء بس مقبول نوعا ما. انا اطلق التوربيدات بشكل مستمر، ما قدرت الناخيموف انه تعدى، ممكن الناخيموف مناورته ضعيفة بس ما تعدت التوربيد بشكل مرتاح ابدا. تقريبا دمج مات، واو واو واو. خلينا نشوفه بيوتر فيلكي عند راجمات، خلينا نطلق على بيوتر فيلكي. يلا راحن، يا الهي هذا اتوقع حامل جتني اصلا، يعني خليني ابقى حتى تجي الحاملة اشوف براحتي وش تبك ياها. ابو الروكس روح، انقضاضه على الهدف رائع جدا، رغم ما بالعاصفة امواج تأثر على التوربيدات. المعلومة يا شباب، ما بالعاصفة الامواج تأثر على التوربيدات بشكل كبير. هنا نشوف استون اتكلم، واحد من التوربيدات عدى عبر، رائع رائع جدا، رغم انه بس واحد اخطأ، رائع جدا. توربيد امكانيات كبيرة، الدمج عالي، يعني انت تخيل عندك غواصة بثلاث توربيدات راح تسبب ازمة كبيرة بالدمج للعدو. انقضاض رائع جدا، يضاهي الفيزيكس بالانقضاض على الهدف، السرعة تقريبا موازي للفيزيكس كذلك. برأيي حاليا هذا توربيد احنا نقول بالالفا، بعد ممكن يصير له باف، ممكن نيرف، دائما نحكيها احنا يا شباب. مثل حملة الطائرات، سوينا المقطع كان بدنها عالي وامورها تمام، بعدين صار لها نيرف حاليا اكو، بس نيرف ما دمرها، نيرف قليل على البدن. فيا شباب البالانس موجود، فالشركة توازن الامور، يلا تطرح النسخة العالمية. التوربيد على وضع هذا اذا بقى، فانا اضمن لكم انه حاليا هذا يعتبر افضل توربيد ممكن تستخدمه على متن الغواصات. تضمن كل ضربة قريبة 100000 دمج،
انقضاض على الهدف بنسبة 90% تقريبا، السرعة ومناورة عالية بهذا التوربيد ضد الأهداف مالته، والريلود مقبول نوعا ما مع وضع التوربيد. أنتم يا شباب أراكم وتعليقاتكم على F-21 أرتمس، هل عجبكم أم لا؟ ومن يقول إنه هذا التوربيد راح يكون المفضل لي، ومن يقول إنه هذا التوربيد لا والله أوكي أبقى مثلا على Y-7 مثلا، أبقى على السلوت أو أبقى على الفيزيكس أخذهن. أرجو أقول يا شباب هذا التوربيد بالرويال باس بسبب 99% المدفوع، أما ب$7 أو ب$14 ممكن يكون بسبب 1% يكون بالرويال باس المجاني بليفل من الليفلات. يا شباب لا تنسوا اللايك والمشاركة، أشوفكم قادم في أمان الله.